من السنة للإنسان قبل أن يتوضأ، يعني في بداية الوضوء، أن يقول بسم الله بسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان محل يعني كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة. إخواني وأخواتي، التسمية وليس البسملة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من إذا جاء يتوضأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما تقول هذه في الصلاة. أما في الوضوء تقول بسم الله فقط، تقف على بسم الله فقط.